المختصة في القانون منار فتني عبر الهاتف. أهلا بك أستاذة. أهلين، مساء الخير، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. نبدأ من الجريمة الشنعاء التي هزت الرأي العام في الجزائر، مقتل أخونا جمال بن إسماعيل رحمة الله عليه. أزيد من 90 شخصا تم توقيفهم مشتبه فيهم في ضلوعهم في هذه الجريمة. كقراءة منك، ما هي الأحكام التي نتوقعها؟ طبعا فيه من رفع مطالب بإعدام من ثبت حقيقة ثورتهم بشكل مباشر في قتل جمال. نعم، في الحقيقة هذه الجريمة مست كل الجزائريين بما فيها مؤسسات الدولة، الجهات القضائية، الجهات الأمنية بمختلف تسمياتها، لأن الأمر تعلق بجريمة قتل بشعة رافقتها حرق أيضا على الملأ، والشيء الذي لم تشهده الجريمة منذ قبل في الجزائر. وأعتقد بأن الجهات القضائية أيضا تحركت بشكل سريع جدا، ما يؤمن أيضا للمواطن مخاوفه وأيضا يهدئ من روعه، وهذا أمر مهم جدا لاستتباب الأمن ولتحقيق النظام العام. إضافة إلى أن الجهات القضائية عندما تقدم الوجوه المشتبه فيها، لأنهم يبقون إلى حد الآن في نظر القانون والتشريع الجزائري هم مشتبه فيهم، وهم أيضا إلى حد ما متهمون إلى أن أو بريئون إلى أن تثبت إدانتهم، وهذا طبقا للتشريع الجزائري. لكن في حقيقة الأمر القضية البشعة التي تعلقت بجريمة حرق، إضافة أو حرق للغابات بشكل مكثف جدا، حتى ما استدعى نظرية المؤامرة سواء بأيادي داخل الوطن أو بفعل أيادي خارج الوطن، لكنها في الحقيقة أيضا أضرت بالمكتسبات البيئية والغابية في الجزائر، ما أيضا له علاقة بالاقتصاد، إضافة إلى الجريمة البشعة كما قلنا التي مست بالمناسبة بمناسبة الحرق، وبسببها أيضا المغدور به ربي يرحمه إن شاء الله. وهذا أيضا ما تعلق بضرورة ضرب العدالة بيد من حديد، لأنه ربما القراءة المعمقة للمختصين في الأمر هو غياب أو تساهل الدولة في المنطقة، ما جعل وما خول للكثيرين من أن يقومون بهذا النوع من الجرائم، لأنهم ربما إلى حد كبير يخيل إليهم بأنهم سوف يفرون من قبضة العدالة. لكن ما تحقق اليوم من خلال الحركة السريعة التي قامت بها مؤسسات الدولة القضائية والأمنية هو حقيقة مكسب للجميع، هو تهدئة لروع المجتمع، أيضا تهدئة للنفوس، وأيضا استتباب للأمن. اليوم القضاء هم سيقدمون إلى أو بصدد تقديمهم للعدالة، ونحن نشاهدهم اليوم كان كلنا مواطنين داخل الوطن وخارجه، وأيضا للرأي العام. هذه رسالة قوية جدا للرأي العام الدولي بأن القضاء الجزائري والأمن الجزائري قادر على حماية، إضافة إلى الشعب الجزائري، أن العديد منهم أيضا تم التعرف عليهم من قبل المواطنين وإبلاغ السلطات المحلية الأمنية والقضائية بهم، وهذا ما يعزز تكاتف المواطن الجزائري مع مؤسسات دولته الأمنية والقضائية في إطار وحتى نستذكر معك أستاذة منار فتني تصريحات مدير الشرطة القضائية محمد شاقول، الذي أكد أن توقيف هؤلاء جاء بعد التدقيق من الأدلة الدامغة على مثل ما قال على تورطهم في هذه الجريمة. نعم، نحن نعرف بأن الجريمة اليوم خرجت من إطارها الكلاسيكي إلى إطارها التكنولوجي المتعلق بالتقنيات، تقنيات التواصل الاجتماعي وأيضا تقنيات الإلكترونية على الهواتف الذكية، وهذا ما يعزز الأدلة المادية ضد هؤلاء. الشيء الذي يتعلق أيضا بالجريمة الإلكترونية في إطار التواصل فيما بين المجرمين، أيضا ما دعا أو استدعى تدخل المشرع الجزائري في استحداث
القطب المتخصص الجزائي المتعلق بالجريمة السبريانية، وهذا أيضا تطور مهم جدا في الجزائر والتشريع الجزائري وكذا القضاء الجزائري، لأن سوف يكون هناك قضاة متخصصون في هذا الأمر. وأعتقد جازمة بأن الدولة الجزائرية سوف تقوم بتكوين لهؤلاء القضاة حتى يشرفون بشكل معمق ويكونون مطلعين ومتحكمين في الآليات التقنية لهذا النوع من الجرائم. هؤلاء الذين تم تقديمهم كان بناء على هذه الأدلة الإلكترونية ربما إلى حد كبير لا تدع مجالا للشك، وأيضا القضاء التحقيق أيضا سوف يعزز ويدعم بالآليات التي يمتلكها قضاة التحقيق في هذا الأمر من تسميد تلك الجريمة الحقائق. طيب الحقائق والأدلة المادية من عدمه. طيب كيف ينظر، لنوضح الصورة للمشاهد، كيف يتعامل القضاء ونظرة القانون لتورط عدد، نتحدث عن أزيد من 90 متورطا ويشتبه ومشتبها فيه في هذه القضية في ارتكاب هذه الجريمة، ولكن إذا ما تأكد كذلك تورطهم وضلوعهم وعلاقاتهم كذلك بحركتي رشاد والماك، طبعا نتحدث عن حركتين إرهابيتين، كيف يتعامل القضاء في مثل هذه الحالة؟ نعم، القضاء الجزائري أكيد هو يطبق قوانين الدولة الجزائرية وتشريعاتها في الإطار المنظم للتحقيق والتحريات سواء على المستوى الضبطية القضائية أو على مستوى قاضي التحقيق وفقا للصلاحيات الممنوحة له قانونا. وبالتالي حتى الأدلة الإلكترونية التي ضبط بها هؤلاء وتم تقديمهم للقضاء هي أيضا سوف تكون محل تحقيق بالنسبة للجهات القضائية، إضافة لأن الجريمة تم تصويرها، الأشخاص أيضا كانوا يقومون يعني ببشاعة الأمر كانوا يقومون بسيلفي أمام الجثة وهي محترقة تماما ومفحمة تماما، وهذا دليل قاطع ودليل مادي لا يدع مجالا للشك أمام القضاء وأمام قاضي التحقيق. وبالتالي نحن نلاحظ اليوم في تطور الجريمة المنظمة أنها أصبح المجرم أو مرتكب الإثم ومرتكب الجرم يقوم بسيلفي أمام جريمته، أمام من قام بالاعتداء عليه أو أمام الهالك، وهذا أمر خطير جدا. إن لم يتدخل القضاء بشكل صارم للقضاء أو للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم الذي أخذ منحدرا خطيرا جدا وهو في حد ذاته انزلاق خطير في مواجهة الجريمة، ربما تكون أمور يفقد السيطرة عليها. لكن ما نلاحظه اليوم تقديمهم أمام العدالة وسوف يقدمون أمام الجهات التحقيق لدى المحاكم المختصة، هذا أمر مهم جدا كما قلت، وقاضي التحقيق وأيضا أمامه في الجمهورية وبعد ذلك قاضي التحقيق سوف يقومون بعملهم وفقا للمعطيات والأدلة المقدمة، وفقا أيضا للشهود، شهادة الشهود، وفقا أيضا للأدلة التي تدينهم أو تبرئهم. لكن الجدير بالذكر أن القضاء الجزائري يتعامل مع الجريمة اليوم على أساس أنها جريمة ليست بالجريمة الخاصة وإنما الجريمة العادية وفقا لقوانين الجمهورية، وفقا للإثم الذي والجرم الذي تم اقترافه. حقيقة أن الجدير بالذكر أيضا أن فيما يتعلق بجرائم الحرائق التي تصل إلى حد ذات قروح أو العديد من الأرواح تصل في عقوبتها القصوى إلى حد الإعدام، لكن ما لاحظناه مؤخرا هو تعديل مهم جدا أن حتى جريمة أو الحرائق التي تمس الغابات قد تصل في سابقة من نوعها لم يشهدها القضاء الجزائري إلى 30 سنة عقوبة حرمان من الحرية، وهذا أيضا رادع في حق ذاته
كل من يتآمر على الغابة في الجزائر أو يتآمر على الأمن في الجزائر، وهذا في حد ذاته هو وسيلة للتصدي للجريمة المنظمة المتعلقة بحرق الغابات. تتوقعين تسليط هذه العقوبة، عقوبة الإعدام في حق المتورطين بشكل مباشر؟ نعم، القضاء الجزائري اليوم يجب أن نفسر ذلك وهذا مهم جدا. القضاء الجزائري يحكم بعقوبة الإعدام على مستوى المحاكم الجنائية في الجمهورية، لأن التشريع ينص على ذلك. لكن نحن أمام مشكلة عدم تنفيذ عقوبة الإعدام، وهذا ما طالبنا به العديد من القانونيين والنخبة والذين يهمهم شأن العام، وأعتقد حتى المواطن الجزائري كما هي أيضا مؤسسة الدولة، لأن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق هؤلاء الذين يثبت اقترافهم لهذا النوع من الجرم في حد ذاته يجب أن يأخذ منحاه رغم كل الضغوطات التي تأتي من هنا وهناك والبروتوكولات التي صادقت عليها الجزائر. لكن أحدد وأقول بأن الجزائر لم تصادق على اتفاقية تلزمها، وإن صادقت على ذلك فوجب تحيين قوانينها الداخلية، لأن الاتفاقية تسمو على القوانين الداخلية، لكن هذا لم يحصل، وبالتالي فهو بروتوكول فقط مع الاتحاد الأوروبي، حقيقة هو ملزم، لكن أمام هذا النوع من الجرائم يمكن للجزائر أن تتخلى عن هذا الالتزام، لأن حتى مصادقتها على البروتوكول كان بتحفظ، ولهذا لا تزال عقوبة الإعدام في التشريع الجزائري، لا يزال القاضي قاضي المحاكم الجنائية أو قضاة المحاكم الجنائية يحكمون بعقوبة الإعدام فقط، لا تنفذ في أرضية الواقع. من حكم علي من ضده يرفع هذا لرئيس الجمهورية وله مطلق الصلاحيات في البت في هذا الأمر. وبالتالي أعتقد وهذا مطلب كل الجزائريين أو جل الجزائريين في ضرورة الصرامة الشديدة في تنفيذ عقوبة الإعدام حتى تكون رادعة لهؤلاء، لأن اليوم نحن أمام العديد من الهالكين، العديد من الضحايا نتيجة الحرق، ليس فقط كذلك إذا أستاذ منار فتني، إذا ثبت كذلك على العلاقة الرابطة بين هؤلاء المشتبه فيهم مع حركتي راشاد والماك، فهنا نتحدث عن عمل إرهابي وعن تورط هاتين الحركتين في الأحداث الأخيرة، وبالتالي هاتين الاتفاقية التي وقعت مع الاتحاد الأوروبي أو غيره، عندما نتحدث عن عمل إرهابي بروتوكول مثل ما تفضلتي، فهنا نتحدث عن عمل إرهابي من خلال ربما نراجع هذا البروتوكول مع الجانب الأوروبي أو غيره. نعم، أعتقد أن اليوم العالم كله يحارب جريمة الإرهاب بشتى أنواعها، والتي أصبحت عابرة للحدود كما هي عابرة للقارات، كما هي تهدد الإنسانية أينما كانت وحيثما وجدت. وبالتالي فإن تصنيف الجزائر لهاتين الحركتين، حركة الماك وحركة رشاد، على أساس أنهما حركتين أو تنظيمين إرهابيين، سوف يأخذ منحى آخر حتى بالنسبة لعلاقاتنا الدولية، لأنه حتى كل الدول تحارب الإرهاب في كل حالاته. وإن ثبت الاعتداء هذا بنوعه أو بشكله أو بصفته وبتسميته وتكييفه الإرهابي على الجزائر، سوف يأخذ منحى آخر. وربما أيضا تقديم محمد بن عبد الله، وهذا ما نشاهده على الشاشة، تقديمه من السلطات الإسبانية إلى السلطات الجزائرية بعد أن صدر في حقه أمر بالتوقيف الدولي، وتم تقديمه وفقا لأجراءات التي قامت بها السلطات القضائية
الإسبانية وتم طرده من التراب الإسباني وتقديمه للجزائر، وهو يقدم بعد وصوله مباشرة إلى الجهات القضائية المخولة قانونا في أن تقوم باستنطاقه وبالتحقيق معه، والقضية تأخذ مجراها والعدالة تأخذ مجراها أيضا في إطار المحاكمة العادلة واحترام قوانين الجمهورية، كما هو أيضا احترام حقوق الدفاع لهؤلاء مهما كانت جرائمهم، سواء الذين قاموا بعملية الحرق أو قاموا بعمليات إرهابية ضد المواطنين الجزائريين داخل الوطن. أنت ذكرت قضية الداركي الخائن، نشاهد الصور على الشاشة، التهم الموجهة له هي جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وكذلك جناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إرهابية. هنا نتحدث عن أعمال إرهابية بحتة. نعم، هنا نتحدث عن أعمال إرهابية تم تكليفها مبدئيا، لكن قاضي التحقيق هو المخول له قانونيا تكييف جرائمه التي اقترفها من خلال الأدلة الدامغة، من خلال أيضا الأدلة المادية، من خلال الوثائق التي يحتوي عليها الملف، ملف القضية. هنا لا يمكن بأي شكل من الأشكال الخوض في هذا الأمر لسرية التحقيق من جهة، أيضا لحتى لا نؤثر على قاضي التحقيق معنويا من خلال ربما تداول القضية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الشاشات والقنوات، وتأثير الإعلامي أيضا عليه، وهذا ما يمس ربما بمبدأ أساسي ومهم جدا، وهو حياد قاضي التحقيق وحياد كل القضاة في مواجهة القضايا، وهذا يدخل أيضا في تدعيم وتجسيد المحاكمة العادلة. هذا يدخل أيضا وهي رسالة كذلك العادلة. نختم معك بهذه النقطة أستاذة منار فطني، هي رسالة كذلك للدول الأوروبية والاتفاقيات التي تجمع الجزائر مع الدول الأوروبية وغيرها بخصوص تسليم المطلوبين، أن محاكمتهم ستكون عادلة وبالصور مثل ما نتابع على الشاشة. نحن كلنا كمجتمع دولي ومجتمع داخلي وقانونيين ونخبة ومواطنين في هذا العالم نحارب جريمة الإرهاب لأنها تمس كل المواطنين في العالم، وبالتالي أيضا هناك أمر مهم جدا أن العديد من الإرهاب احتضنتهم الأراضي الأوروبية، وهذا ما يشكل دعم معنوي ومادي ولوجستيكي لهم، لكن في إطار تسليم هؤلاء بين الدول في إطار أيضا العلاقات الثنائية الدولية، هذا ما يعزز محاربة الجريمة خارج الإطار الإقليمي وخارج إطار الحدود داخل الوطن الواحد، وهذا أيضا في إطار تكافل الدول في محاربة هذا النوع من الجرائم، وهو الخطير جدا والذي يمس بالأنظمة، يمس بحياة المواطن، بالاقتصاد، بالأمن الصحي، الأمن العسكري، الأمن الغذائي، كل ما له علاقة بالأمن للمواطن سواء داخل دولته أو خارجه. ولهذا وجب على الجميع تكاتف الجهود داخليا وخارجيا، ونحن نثمن أيضا موقف الدولة الإسبانية في تقديمه للسلطات الجزائرية، وهذا أيضا يدخل في إطار الاتفاقيات الدولية، لأن الجزائر أيضا تسلم للدولة الإسبانية بالمثل في إطار المعاملة بالمثل. وأيضا تجر الإشارة إلى أن إقامة هذا الشخص كانت إقامة غير قانونية فوق الأراضي الإسبانية، وهذا ما استدعى تقديمه للسلطات الجزائرية وطرده من التراب الإسباني، لأن إقامته كما أشرت لم تكن إقامة شرعية بشكل قانوني ما يسمح له أن يكون مواطنا إسبانيا سواء دائما أو مؤقتا. المهم أنه اليوم فيه استجابة للقضاء الإسباني بشأن ترحيله للجزائر، والمحاكمة ستكون عادلة مثل ما قلت حسب التهم
الموجهة إليه والمتورط فيها. شكرا لك أستاذة منار فتني، كنت معنا عبر الهاتف أستاذة القانون. شكرا جزيلا، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات.